عبر الخط الهاتفي معنا الآن دكتور صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. صباح الخير دكتور صبري. صباح الخير، أهلا وسهلا. إذن يعني هل تجد أن اليوم الأرض هذا العام طعما مختلفا بعد المحاولة الأمريكية الإسرائيلية لتمرير ما يسمى بصفقة القرن؟ نعم، صباح الخير. اسمح لي أن أبدأ عبر أثيركم وتلفزيونكم الطيب بالتحية لأرواح الشهداء والتحية لأسرانا وجرحانا. لا شك كما تفضلت، هذا العام تحل هذه الذكرى في أوج الحديث عن صفقة القرن، وبالتالي هناك المزيد من الاعتداء على الأرض العربية الفلسطينية وتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني والإمعان في معركة اغتيال الديموغرافيا والجغرافيا على خلفية الإصرار الأمريكي بأن القوة ستكون مفتاح الحسم في المنطقة، وكأنه الشعب الفلسطيني ما زال في اعتباراتهم التاريخية نكرة وليس رقما صعبا في معادلة إنهاء الصراع. وبالتالي نعم، تحل هذه الذكرى أيضا في أوج الحديث عن الكورونا واغتيال الناس بفعل هذا التصاعد لهذا الوباء الذي يشهد العالم. وبالتالي قضيتين تشغلنا تؤرخنا جميعا، ولكن الأهم هو أن نرى النهاية لهذا المشهد السوداوي الذي سهل له ترامب والذي رسمه بالتواطؤ مع الصهاينة الجدد وبالترتيب مع نتنياهو. نعم، يعني هناك أكثر من 400 مليون دولار خسائر الفلسطينيين، وهذا إحصاء جديد يعني أظن أنه نزل قبل قليل. يعني في ظل كل هذه المجريات وكل هذه المستجدات على أرض الواقع، كيف على الفلسطينيين أو ماذا تبقى من أوراق للفلسطينيين كي يرموها على الطاولة؟ أولا، الأمور لا تقاس بالخسائر الاقتصادية، خاصة وأنه القضية ليست في إطار الاقتصاد الفلسطيني فقط، وإنما في إطار منظومة عالمية جديدة يعاد بالأحرى الآن رسم ملامحها من خلال تبعات الكورونا. وبالتالي إحنا على موعد مع نظام عالمي جديد، وربما مع ولادة العالم الرابع وليس فقط العالم الثالث الذي لطالما عشنا في دائرة الحديث عنه وعن همومه وعن مصائبه. خرائط الدول الاقتصادية تتغير، خرائطها السياسية سوف تتغير، وبالتالي التعامل مع الاقتصاد الفلسطيني وخسائره ربما يكون الأقل من حيث نسبة الضرر في مقابل اقتصاديات أخرى نراها تنهار الآن، لأنه بتنا نشهد مثلا على سبيل المثال الحصر بأنه أجهزة التنفس أهم من الصواريخ العابرة للقارات. في الولايات المتحدة. نعم، ومع الاحترام والتقدير لفافات المراحيض بكل احترام وتقدير أهم من مكوك فضاء اليوم. وبالتالي إحنا اليوم أمام إعادة رسم الخارطة الاقتصادية السياسية ربما الاجتماعية في العالم، وأمام هذا الاستحقاق نقول بأنه الشعب الفلسطيني أيا كانت التبعات لن يتنازل عن هويته ولن يتنازل عن نضاله ولن يتنازل عن حقه، ولن يأتي ليقول بأنه بناء على النظام العالمي الجديد نحن لا سمح الله نتنازل عن فلسطين. هذه المعركة هي معركة مستمرة، إحنا لا نريد لأحد الضرر، لا نحب لأحد المعاناة، ولكن نقول بأنه حق الشعب الفلسطيني التاريخي تأخر، وأن صفعة القرن التي جاءت ما هي إلا سرقة في وضح النهار، وأن أمريكا تحتاج لإعادة النظر في حساباتها ليكون للشعب الفلسطيني المساحة الجغرافية الموصف في قرارات الشرعية الدولية، وإخراج للعالم من دائرة الصراع الذي تسببت فيه هذه القضية التي طال أمدها والتي كانت. دكتور صبري، يعني هل هناك أو هل ما زال هناك دور للتدخل الأمريكي برأيك؟ هل ما زال هناك من الفلسطينيين تحديدا من يعولون عليه؟ طبيعة الحال إحنا موقف القيادة الفلسطينية كان واضحا بأنه لا مجال لأي تدخل أمريكي، وأن هذا التدخل إن جاء في يوم من الأيام يجب أن يأتي في إطار منظومة أممية تقوم على أرضية التشاركية في إيجاد الحل، وليس حالة الاستفراد التي حاول أن يرسخها نتنياهو وحالة الاستفراد التي حاول أيضا أن يرسخها ترامب. نعم. سيد صبري صيدم، يعني مع كل هذه التطورات، هل أهداف هذا العام من إحياء ذكرى الأرض 44 ستصل بصورة أوضح للعالم برأيك بعد أن تم نقلها لتكون رقمية؟ كل احترام والتقدير للعالم الرقمي، الجميع الآن يعتاش على أجهزته ولا يستطيع أن يبعد عن الفضاء الرقمي لمجرد دقائق أو ساعة. الناس تقضي اليوم مع أجهزتها وقت أكثر مما تقضيه في نشاطاتها الاجتماعية، ولكن بصراحة تعرفوا
حتى نكون يعني أكثر واقعية، الكورونا 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 تشغل الناس في كل الاتجاهات، وبالتالي يوم الأرض يأتي في ظلال هذا الهجوم الفيروسي الكبير، وعليه لا نتوقع بأن يأتي في إطار الأولويات بالنسبة للبشرية، ولكن بالنسبة للفلسطيني، بالنسبة لأطفالنا، بالنسبة لامتدادنا التاريخي في فلسطين التاريخية، وبالنسبة لأهلنا في الشتات وفي كل مكان. نعم دكتور الصبري صيدم، أنت كنت وزيرا للتربية والتعليم وتعرف جيدا وضع الطلاب الفلسطينيين، هل ترى نضوجا فكريا لدى الطلاب الفلسطينيين والتلاميذ الفلسطينيين بخصوص يوم الأرض؟ هناك حالة دائما مستفحلة لدى الإسرائيليين في الحديث مثلا عن المناهج الفلسطينية وفي الحديث عن الوعي الفلسطيني من محاولة تسويف القضايا المصيرية المرتبطة فيه. أنا أرى بأنه شعبنا الفلسطيني على مدار العقود وليس اليوم فقط حافظ على الهوية وحافظ على الانتماء، وبالتالي درجة الوعي تحتاج دائما إلى إنضاج وتحتاج دائما إلى عمل وتحتاج إلى تعبئة مستمرة. ولكن نعم الشعب الفلسطيني ثابت على ثوابته، أطفالنا ليسوا أقل وعيا من كبارنا، وإن كنا نحتاج دائما للتذكير ونحتاج للتثقيف ونحتاج لبناء المناهج الرافدة لمسيرتنا الوطنية وإعادة يعني قص الرواية وملائمتها لمختلف الأزمان والمنصات. دكتور صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، شكرا.